الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله، أسأل الله مساءكم جميعا. ألو تسمعني؟ تمام. بحب بداية أنا بحب جدا في لقائنا الجديد والحادي عشر في مقرر الاتجاهات الحديثة في الإدارة والمستوى الثاني التخصص ذات العمالة عمالة التعليم عن بعد الانتساب مطور جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله وبياكم جميعا. مثل ما هو معروف نحن وصلنا إلى الفصل السادس، صح؟ انهينا الفصل الخامس في لقائنا العاشر الماضي. رح نروح للفصل السادس. الفصل السادس هو بناء وإدارة فرق العمل. في المنظمة بالنسبة للموضوع يا جماعة، بالنسبة للموضوع إن شاء الله نحن نتمتعكم. لقاءنا الأخير رح يكون الأسبوع القادم إن شاء الله. بعد ما ننتهي من لقائنا الاخير، طبعا انا وضعت لكم ثلاث تكليفات ان شاء الله راح تنزل بشكل متتابع. اعتقد بدا من الشهر القادم، يعني شو 2/7 اتوقع، 2/7 تقريبا. عم بحكي انا هجري طبعا، ف يعني تقريبا اعملوا حسابكم انكم تذاكروا لكل تكليف. يعني اول تكليف اول فصلين، ثاني تكليف ثاني فصلين، تمام. يعني احيانا ممكن يكون في اسئله متداخله من نهايه، يعني بهذا الشكل. هلا اذا في سؤال ما هيك مذاكر انت الفصل اجاك من فصل لسه ما في مشكله يعني، لكن نحن نشوف احيانا شو هي فكره الاسئله، تشوف الاسئله كيف ممكن تجي، وايضا انك يعني انت تاخذ فكره وتقيس مستواك حتى ان شاء الله من خلال سؤالين او ثلاثه او اربعه. الموضوع كافي، لكن هو قياس استعدادك للاختبار بشكل عام، وانك يعني تكون خضت تجربة قبل الاختبار النهائي. وما حكيت رح يكون في مجموعة من الثلاث تكليفات اللي طبعا انا بنصحكم اذا حبيتوا اللي عنده القدرة انه يحفظ الاسئلة بطريقة معينة. انا والله ما بعرف نحفظ الاسئلة بطريقة معينة بنكتب الى اخره، و حطوا لنا الاسئلة مرة ثانية في المنتدى ونحن نعمل عملية تشيك، يعني بحيث انه نشوف الصح والخطأ اذا في، مشان نتناقش بالاسئلة اذا في حدا عنده لبس في شي سؤال، او باكد انا على الاسئلة بالمعنى انه الاسئلة هذه شو هي الاجابة الصحيحة، مشان يعني نوع من انواع التأكيد. هذه نقطة ثانية، وايضا شو بدي احكي، انا اعطيتكم مهلة انكم تدخلوا مرتين على التكليف. يعني احيانا ممكن الواحد ما يوفق في اول مره او يصير عنده اشكاليه الى اخره في النت، فاعطيتكم فرصتين في الدخول الى التكليف، والوقت تقريبا حسبت الوقت يكون الوقت مناسب كاختبار نهائي. يعني تقريبا معدل السؤال يكون يعني دقيقتين ونص، ثلاث دقائق، دقيقتين ونص او ثلاث دقائق تقريبا، بهذا الشكل. يعني حسبت كل سؤال، مثلا لو عندك ست اسئله ممكن يكون معك ربع ساعه او اي تقريبا 15 دقيقه، اذا كانت ثمانيه بكون رح يكون معك 20 دقيقه بحسب عدد الأسئلة في كل تكليف. طيب كويس، متفقين على هذا؟ ماشي ممتاز. وين فيصل؟ ماني شايفه. ما لحس فيصل، شكله بعد الإجازة لا والله مو غايب، موجود بس ما في لا ترحيب ولا تأهيل ولا كأنه مل من هالموضوع. والله احنا عم نطمن عليك يا فيصل، تعودنا على كلامك الجميل وهيك تكون بداية المحاضرة للجميع مو لألي بس. طيب نبدأ بالفصل السادس.
دخل فهد على الخط، شايف فيصل؟ ليش تخلي فهد يدخل بيناتنا؟ طيب بالنسبة للصف السادس مثل ما حكينا اللي هو ايش؟ الحديث عن فرق العمل، سواء كيفية بنائها، كيفية تشكيل هذه الفرق، وأيضا كيف تدار. رح نحكي عن أشياء يعني مهمة وأشياء مفيدة إن شاء الله في هذا الفصل. طيب أول شيء لازم نعرفه، ما المقصود بفريق العمل بهذا المفهوم؟ يعني فريق العمل يعني مجموعة من الأفراد يعملون سويا لإنجاز هدف مشترك، تمام؟ إذا شوف الفريق يعني فريق العمل، أصل كلمة فريق تعني مجموعة من الأفراد، وفريق العمل يعني أن يكون لديهم إيش؟ لديهم أعمال مشتركة يسعون من خلالها للوصول إلى أهداف مشتركة. اتركوا الأسئلة الثانية على جنب وخليكم معي وركزوا معي. ويتميزون من الأفراد الموجودين ضمن فريق العمل، يتميزون بمهارات متكاملة فيما بينهم. يعني أنت أحيانا بتشوف لما بيقول لك فريق الأطباء اللي بيدخل على عملية معينة، هذا الفريق كلياته بيأدي نفس العمل؟ لا، في الطبيب الجراح وفي الطبيب المخدر وفي المساعدين وفي الممرضين وإلى بمجموعهم بشكل ايش؟ فريق عمل طبي، فريق كرة القدم، كل واحد له مهمة، كل واحد يكمل الآخر في مركز معين إلى آخره، لحتى يكون عندي فريق متكامل. أيوة صح، كل واحد عنده مهارة وعنده إمكانيات وقدرات بتساعد الآخرين إلى آخره، لحتى أنه يتكون ويتشكل عندي الفريق في النهاية. وهذا الفريق مثل ما حكينا هو مجموعة هذول الأفراد بمهاراتهم بقدراتهم بإمكاناتهم إلى آخره، ويتم اختيارهم بشكل مدروس للقيام بمهمة معينة في زمن محدد. لا تنسوا دائما نقول في زمن محدد، ما بصير يقدم مهمة أي مهمة ويترك الزمن إيش مفتوح دون أن يكون في عندي ضوابط زمنية معينة. من أهم الأنشطة التي تعمل بها فرق العمل، شوف يا شباب يعني أنا رح ركز معكم على بعض النقاط، خليكم معي. من أهم الأنشطة التي تعمل بها فرق العمل في عندي ثلاث أنواع من الأنشطة، أنشطة فنية وأنشطة اجتماعية وأنشطة إيش؟ إدارية تقليدية. من الأنشطة الفنية الجودة، الإنتاجية، خفض التكاليف، صيانة المعدات، التدريب، نظافة مكان العمل، التغيير التنظيمي، هي كلها الأنشطة تقوم فيها فرق العمل ضمن مفهوم النشاط الفني. أما النشاط الاجتماعي، نشاط فني يعني شو يعني نشاط فني؟ يعني النشاط المختص اللي له علاقة بعمل الفريق، يعني بمهمة الفريق، فريق مسؤول عن التغيير، عن خفض التكاليف، عن صيانة المعدات إلى آخره. أما الأنشطة الاجتماعية بتعرفوا اللي بتكون فيها الرحلات، المجتمعات، المسابقات، إجراء وضع إجراءات انضباط العمل، تحسين العلاقات داخل المنظمة ومع الجمهور، تحسين العلاقات بين الناس إلى آخره. لا، موضوع البيع والشراء وإلى آخره هذا ضمن الأنشطة الإدارية التقليدية التي تقوم بها فرق العمل، اللي هي الميزانية، الأفراد، البيع، الشراء، التمويل، اللي هي وظائف الإدارة صح؟ أو وظائف المنظمة اللي هي إيش؟ يعني إدارة الموارد البشرية، إدارة المبيعات، إدارة المشتريات، إدارة التمويل إلى ما هنالك. إذا لاحظوا مهم هذول يعني المهم التفرقة بيناتهم. يعني لو سألتك شو هي الأنشطة الاجتماعية اللي بتقوم فيها، ما بصير تقول لي الميزانية، ما بصير تقول لي الأفراد، ما بصير تقول لي خفض التكاليف، بدك تقول لي إيش؟ تحسين العلاقات مع داخل المنظمة أو مع الجمهور، يعني بين الأفراد ومع الجمهور أو مع العملاء، تنظيم الاجتماعات. هذه أنشطة اجتماعية. الأنشطة الفنية مرتبطة بطبيعة عمل الفريق. ليش الفريق هذا ما شكلته؟ شكلته مشان يعمل لي تغيير تنظيمي، مشان التدريب، مشان الصيانة، مشان إلى آخره. أما الأعمال التقليدية لأي فريق هي القيام بالأعمال التقليدية للمنظمة، إدارة الأفراد، إدارة المشتريات، إدارة المبيعات، إدارة الإدارة المالية إلى آخره. ثانيا أسباب حاجة المنظمات لوجود فرق العمل، هاي للمطالعة. ثالثا
معي انتوا عطلاني؟ طيب ايه ثالثا، اهميه وفوائد فرق العمل المنظمات. شو هي الفوائد اللي ممكن تجنيها المنظمات من خلال فرق العمل؟ اول شيء التعاون المشترك. اثنين القرارات الفعاله، مناخ العمل الجيد، التصدي للمشكلات، العمل الجماعي، مواجهه التحديات. هذول احفظوهم بهذه الطريقه. خلاص يعني انه رؤوس اقلام بهذا الشكل. انه فرق العمل بتؤدي الى يكون في عندي تعاون مشترك، لانه اصلا العمل فريق العمل يقوم على العمل بروح الفريق. القرارات الفعاله من خلال مشاركه الناس بشكل عام. المرؤوسين كلهم في ضمن فريق العمل اكيد راح يكون في عندي قرار يشارك فيه الجميع. مناخ عمل راح يكون في عندي رضا، راح يكون في عندي ثقه الى اخره. التصدي للمشكلات، لانه انت ما راح تعتبر هذه المشكله مشكله شخصيه، لكن هذه المشكله تمس الفريق كله، وبالتالي راح تعتبرها فعلا مشكله حقيقيه خاصه في العمل الجماعي مثل ما حكينا، مواجهه التحديات. مراحل بناء ونمو فرق العمل. اذا الان بدنا نحكي عن فريق العمل. فريق العمل من خلال ايش؟ المراحل، كيف انا ممكن ابني فريق. حتى ابني فريق العمل عندي ست مراحل. كم مرحله؟ ست مراحل. هذه المراحل، اول مرحله عندي مرحله تشكيل فريق العمل. شو بيصير بهذه المرحله؟ عند القيام ببناء الفريق يجب البحث دائما عن افراد يحبون الايش؟ الفوز، يعني الانجاز، يعني الانتصار. اذا لم يتم العثور عليهم فيتم البحث عن افراد تكره الهزيمه، يعني هذا اقل ما يمكن. وليس من المهم ان تختار افضل 5 أو 10 أفراد، وانما الاهم هو اختيار توليفك وحقق افضل النتائج. شوف يا جماعه، يعني هذا الموضوع كثير بينطبق نحن على فرق العمل في الادارات، لكن لما بيجي انا مثلا بفهمه مثلا، يعني حتى لو انه الغالبيه عندي هون ما شاء الله بنات، لكن انت بتعرفوا حتى في فريق كره القدم احيانا يكون الفريق عندي 11 لاعب. ممكن يكون عندي 5 أو 6 أو 7 أو 8 لاعبين متميزين، لكن متميزين بشكل فردي، ما عاد يكملوا بعضهم البعض. ممكن يكون عندي فريق اقل، يعني في كمواهب فرديه عندي عدد اقل، ممكن يكون 2 أو 3، لكن في تكامل بين اعضاء الفريق، فبالتالي عندي بشكل افضل. هذا نفس الشيء عندي انا في الاداره. مو بالضروره انك تختار انت دائما افضل محاسب وافضل مدير وافضل ما بعرف ايش وكذا، تحطهم في فريق واحد ممكن ينجح، لا، ممكن يكون في بيناتهم منافس واحيانا تؤدي الى الصراع. لا، انا بيهمني انه يكون في توافق وانسجام، هذا هو اللي بيقوم عليه فريق العمل، انه يكون في توافق وانسجام بين اعضاء الفريق. لان التوافق والانسجام يعني خاصيه التماسك، وهي من اهم الخصائص الموجوده في فرق العمل، تماسك الفريق. اثنين، او ان القائد الفعال عندما يبدا في اختيار، نحن لسه عم نحكي عن المرحله الاولى لتشكيل فريق العمل، ان القائد الفعال عندما يبدا في اختيار فريق العمل لا يخضع للعواطف والمجاملات، وانما يختار على اسس علميه بحته، واضعا مصلحه المنظمه ومصلحه الفريق فوق اي اعتبار. شوف يا جماعه، طبعا يعني انتم بتعرفوا انه يعني في قصه بتعرفوها تبعت القارب الياباني اللي كانوا اشتركوا في السباق، بتعرفوها القصه؟ نحن نحكي عن العمل الجماعي الان. بتعرفوها ولا لا؟ شوف يا جماعة، صار في مسابقة بين فريقين. نحكي عن نفسنا، نحن ننقد نفسنا، فريق فيه 8 أعضاء للأسف من الفريق العربي، وثمانية فريق مكون من 2 أشخاص فريق ياباني. السباق عبارة عن تجديف هذا القارب، في خط بداية وفي خط نهاية. بدأ السباق والله ما في الا شوي، اليابانيين صاروا في منتصف الطريق ونحن لسه في البدايات، وصلوا اليابانيين للنهايه ونحن لسه وين؟ متاخرين كثير. وصلوا هذول الفريق الياباني، يعني ما في منافسه، ما في مجال للمنافسه، فانه سالوا الفريق الياباني، يا اخي انتم كيف نجحتوا بهذه الطريقه وصلتوا بهذه الطريقه؟ يعني جوابهم بسيط، قالوا نحن نعمل بشكل فريق. عندنا قائد الفريق واحد و7 أعضاء عم يجثفوا بيشتغلوا في القارب بأمر القائد، ونحن مكملين بعضنا البعض وإلى آخره. لاقت الفكرة استحسان عند مين؟ عند فريقنا نحن. فشو ساووا؟
طلبوا إعادة السباق، والله بدأ السباق مرة ثانية، لكن للأسف فريقنا نحن تأخر عن الفريق الياباني أكثر من المرة الأولى بأضعاف. وصل الفريق الياباني لخط النهاية في السباق الثاني في الجولة الثانية، ونحن إيش؟ نحن سعوين جاء ما تهوشوا على القيادة، متفقين؟ بس شو اللي صار؟ قالوا لنا طيب انت خلص احنا الفريق الياباني اكتشفنا السر تبعه، انت شو السر تبعكم على اساس نظمتوا حالكم؟ قالوا لا نحن نظمنا حالنا فعلا، عيننا قائد للفريق وعيننا ايش؟ نائب لقائد الفريق، وحطينا امين سر للفريق، وواحد مسؤول واحد مسؤول ما بعرف ايش مالي، او واحد مسؤول مدري ايش الى اخره. المهم سبعه كانوا جالسين، وواحد ايش عم بيقوم بعمليه التجديد، شايفين؟ بعكس الفريق الثاني، عرفتوا كيف؟ يعني اخذ سبع مناصب وواحد عم يشتغل. المهم نحن نظمنا نفسنا، بس انه وين الاداء؟ من كم يوم يا جماعه، شوف من كم يوم من كم يوم كنت عم شوف فيديو لاطفال في اليابان، ركزوا معي. طبعا انا عم بحكي هذه الامثله لحتى نتعلم. طفل عمره تقريبا 7 أو 8 سنوات، كان عليه انه يركض حوالي 10 امتار وبعدين يقفز فوق حاجز. حاول اول مره ما استطاع، معه المدرب، المدرب بدا يشجعه، حاول ثاني مره ما استطاع، حاول ثالث مرة ما استطاع، حاول رابع مرة ما استطاع. طبعا في عنده الفريق يعني في عنده يعني زملاء الموجودين المتسابقين الثانيين اللي معه، اجوا وعملوا حلقة حول هذا المتسابق، وانشدوا له أغنية شجعوه فيها، وبدأوا ايش بالتصفيق. فمن أول مرة استطاع انه ايش يركض يقفز. ليه؟ لانه المنافسه، صحيح بيناتهم المنافسه هذول الاطفال، لكن المنافسه لا تعني فشل الاخرين. تشجيعه ايه صح؟ مظبوط. يعني هذا اسلوب حقيقه مبهر، يعني مع انه شوف سبحان الله، يعني نحن اصلا في تعاليم ديننا الاسلامي، وانتم بتعرفوا هذا الشيء في القران الكريم وفي السنه النبويه الشريفه، قديش بنحكى عن العمل الجماعي والايات القرانيه كثير صح؟ والاحاديث النبويه كثير اللي بتحض على انه العمل الجماعي و الى اخره. صلاه الجماعه بكم؟ عن صلاه الفرد بكم؟ ب 27. يعني انت بتصلي 5 ايام مقابل لحالك بشكل فرد مقابل صلاه واحده في المسجد. يا جماعه طيب، المرحله الثانيه اللي هي مرحله جلسه التعارف. اذا الان بدانا بتشكيل اختيار يعني الافراد جلسه التعارف. بعد تكوين الفريق يقوم القائد بعقد جلسه تعارف بين الاعضاء، هي من اسمها جلسه التعارف، ويتأكد من أن كل موظف على أتم استعداد لتقديم أفضل ما عنده، كما يشرح طبيعة العمل التي تم تشكيل الفريق. إذا أنا هون تعرفوا الأعضاء على بعضهم، كل واحد بيبدي استعداده ليقوم بعمل معين، ويبدأ بشرح طبيعة العمل والهدف المطلوب الوصول إليه من خلال الذي من أجله تم تشكيل هذا الفريق، ويقوم بتوفير كل الادوات التي يحتاجها عمل الفريق، كما يقوم توجيهات وبث الحماس في نفوس الاعضاء. هذه في المرحله الثانيه. اما المرحله الثالثه هي تحديد، يقوم القائد الان باشراك فريقه في عمليه تحديد اهداف الفريق. في المرحله الثانيه نحن عم نحكي عن الهدف، لكن عم نحكي عن الهدف بشكل عام. تحديد الهدف بشكل دقيق يتم بمشاركه مين؟ اعضاء الفريق، وهذا في المرحلة الثالثة لما بنحكي عن تحديد الهدف. وكذلك في تقرير الاستراتيجية وخطة العمل من أجل تحقيق هذه الأهداف، فإذا ما شارك أعضاء الفريق في تحديد أهداف الفريق مثل ما حكينا
فإن ذلك سوف يزيد من قوة الفريق وقدرته على تحقيق تلك الأهداف، لأنه سوف يزيد حماس المرؤوسين، وبالتالي راح يشعروا بمسؤولية أكبر اتجاه الوصول إلى هذه الأهداف. المرحلة الرابعة مرحلة بدء العمل. إذا أول شيء شكلنا الفريق، عملنا جلسة تعارف، حددنا الأهداف، نبدأ بإيش؟ نبدأ بالعمل. يقوم القائد بإشراك فريقه في عملية تحديد أهداف الفريق. هذا في المرحلة الثالثة. في المرحلة الرابعة بدء العمل، عفوا، في هذه المرحلة يتم توزيع المهام على أعضاء الفريق ثم يبدأون في التنفيذ. إذا بدء العمل وضحت لكل عضو من أعضاء الفريق ما هي المهام المطلوب إنه يؤديها، ثم أطلب منه يبدأ بتنفيذ هذه المهمة أو هذا العمل. ويطلب من القائد هنا أن يتواصل بشكل مستمر مع كافة أعضاء الفريق، فيحرص على التواجد معهم عندما يحتاجون إليه. لأنه القائد على فكرة، القائد يعني يقود من بعيد، يترك للأعضاء والأفراد حرية التصرف والمبادرة مثل ما حكينا، ويشعرهم بأنه موجود بجوارهم على الدوام، ويتبادل النقاش والآراء معهم بكل ود، واضعا في اعتباره ما يلي. إذا شو بيساوي القائد في هذه المرحلة، في هذه مرحلة بدء العمل؟ يستمع لأعضاء الفريق عندما يتحدثون، وهذا أمر كثير مهم. يتحدث إليهم ويذكر أن النجاح ينسب للفريق كله وليس نجاحا فرديا. يتعامل مع كل فرد وكأنه أهم عضو بالفريق. يبتسم كثيرا، يهتم بالإطراء والمديح، يقدم كل المعلومات المطلوبة لأعضاء الفريق وبشكل سريع. بعد هذه المرحلة، في المرحلة الخامسة اللي هي الرؤية والتصور، ينبغي على القائد أن يساعد أعضاء فريقه على تنمية رؤيتهم الخاصة، بمعنى أنه أيضا بده ياخذ بعين الاعتبار، بتعرفوا أنتم أيضا أعضاء الفريق بيكون في عندهم إيش؟ أهداف خاصة، كل واحد من أعضاء الفريق بيكون عنده أهداف خاصة، أهدافه الشخصية أيضا. كما ينبغي عليه تشجيع أفكارهم وامتداحهم عندما يتواصلون لأفكار جديدة، ويشجعهم على الإبداع، الإبداع اللي هو إيش؟ الأفكار الجديدة. المرحلة السادسة والأخيرة وهي انتهاء فريق العمل. إمتى ينتهي فريق العمل؟ ينتهي فريق العمل عند تحقيق الأهداف أو بسبب ترك الأعضاء لعضوية الفريق، يعني ما عاد يكون بفريق، الأعضاء انسحبوا، وقد يتجدد الفريق ويطلب منه أداء مهمة جديدة. إذا إمتى ينتهي الفريق؟ ينتهي الفريق عندما يحقق الهدف أو عندما يتم ترك الأعضاء لهذا الفريق. مثل ما حكينا، الفريق أحيانا يوصل لهدف ما ينتهي، يرجع يتجدد من اول جديد لحتى يكون في عنده هدف جديد يعمل لتحقيقه. واضح يا جماعه؟ المرحله الاولى تشكيل الفريق، المرحله الثانيه جلسه التعارف، الثالثه تحديد الاهداف، اربعه بدء العمل، خمسه رؤيه وتصور، سته انهاء الفريق او انتهاء فريق العمل. في حدا له سؤال او استفسار؟ نروح لخامسا. طبعا تخصص بالترتيب لأن هاي مراحل. خامسا، بعض الجوانب المرتبطة بالتشكيل وأداء فريق العمل، هاي غير للاطلاع. بنروح لسادسا. سادسا، بعض الجوانب المرتبطة، هاي خامسا. سادسا، نماذج من أعضاء الفريق الناجح ومن أعضاء الفريق الفاشل. من نماذج أعضاء الفريق الناجح رح ناخذها رؤوس أقلام، الشخص المفكر، العالم، المعلم، النبيه، كبير الفريق، صاحب النقد البناء. نماذج من أعضاء الفريق الفاشل، المغرور، الهدام، الكاره، البيروقراطي، الكسول، المتنصل، المتميز، المتميز بالفساد، يعني المسيطر إلى آخره. واضح هذه النماذج لأعضاء الفريق الناجح بهذا الشكل والفريق الفاشل. سابعا، السلوكيات السلبية والإيجابية لفرق العمل، هذه الاطلاع. نعم، النبي يعني أجل. ثامنا، أو خصائص الخمس لفريق العمل الناجح. في عندي خمس خصائص لفريق العمل الناجح، شو هن الخصائص الخمس يا دول؟ معي انتو؟
الخاصية الأولى بناء الثقة، الخاصية الثانية الخلاف الإيجابي، ثلاثة الالتزام، أربعة المساءلة، خمسة التركيز على النتائج. راح نبدأ بالخاصية الأولى وهي بناء الثقة. شو المقصود ببناء الثقة؟ كخاصية من خصائص الفريق فريق العمل الناجح، هي إيمان أعضاء الفريق بأن نوايا زملائهم حسن اتجاههم. يعني شوف اليوم أنت ما فينك تبني ثقة إلا إذا كانت إيش؟ عندك افتراض ان نوايا زملائك ايش هي؟ نوايا حسنه، وايضا زميلك معك في العمل ايضا بدها تكون نوايا حسنه باتجاهك، او يفترض انه انت نواياك حسنه باتجاههم، لحتى هيك تنبني الثقه، وانه لا داعي ان يكون الفرد متحفظا او حذرا في التعامل مع زملائه. خلاص بس تبني الثقه، يعني كثير من هذه الاشياء تزول اللي هي ايش؟ التحفظ او الحذر. ففي فريق الذي تغيب فيه الثقه يخفي فيه الفرد اخطائه ونقاط ضعفه خشيه المحاسبه، وبالتالي يتردد اعضاء الفريق في طلب المساعده ولا يستفيدون من بعضهم البعض. اما اعضاء الفريق الواثقون في بعضهم البعض يتقاسمون التقدير وتسود بينهم الصراحه ولا يترددون في الاعتراف بالخطا والاعتذار عنه، بالعكس ابدا، وتنخفض بينهم حاله القلق ولا يتخوفون من طلب المساعده من الزملاء او تقديم المساعده لهم دون طلب. ولا يمكن للفريق ان ينجح او يتماسك او يحقق اهداف او انجازات الا اذا كانت الثقه موجوده بينهم. هاي الخاصيه الاولى. الخاصيه الثانيه الخلاف الايجابي. الخلاف الايجابي هو المستوى الثاني بعد الثقه الذي يبنى عليه النجاح. بتعرفوا انت يعني في خلاف ايجابي وفي خلاف سلبي. وينقسم الخلاف بحسب مشاركه عضو الفريق الى اربعه انواع بناء على محورين، هما محور الاصرار مثل ما كنتم شايفين ومحور التعاون. طبعا في كل محور في كل شايفين مثل المحور، يعني محور الاصرار في عندي الاصرار منخفض الى مرتفع، وفي عندي محور مدى التعاون من منخفض الى ايش؟ الى مرتفع. مثلا عندي التجنب في حال حصول خلاف، يكون امتى هذا بستخدمه؟ لما يكون الاصرار قليل والتعاون ايش؟ قليل. بمعنى انه لما يكون انا في عندي التعاون قليل بين الناس، يعني اكيد ما في ثقه الى اخره، بالتالي انا اتجنب التعامل مع الاخرين. اثنين المنافسه، انت بتصير المنافسه لما بيكون في عندي ايش؟ اصرار على العمل الى اخره، ولكن التعاون مع الاخرين بيكون ايش؟ قليل. نعم صحيح، بيكون شخص سلبي. بدي نافس الاخرين، انا يعني الان المنافسه المقصود فيها اني نافس الاخرين على اعتبار انه انا عندي اصرار على العمل الى اخره، لكن انا غير متعاون. الثلاثه التكيف. شو يعني التكيف؟ انه انا ما عندي كثير اصرار على العمل والى اخره، لكن عندي قدره عاليه على التعاون مع الاخرين. المرحله الرابعه اللي هي التشارك، وهو هذا المطلوب انه يكون في عندك اصرار اكثر على طبعا العمل، ان كان عمل القيام بالعمل او كيفيه اداء العمل او كان في ابداء الراي او الى اخره، ففي نفس الوقت انت متعاون بشكل كبير. طبعا هذا كلياته مثل ما حكينا اذا كان خلاف ايجابي، والخلاف الايجابي هون اكثر شيء بيكون في النوع الرابع اللي هو التشاركي، وهذا ليس بخلاف، بالعكس هذا لا يعتبر يعني خلاف، لكن الخلاف الايجابي له نتائج ايجابيه تؤثر بشكل ايجابي على مردود المرؤوسين. اذا اول خاصيه عندي بناء الثقه، ثاني خاصيه الخلاف الايجابي، ثلاثه الالتزام. الالتزام مرتبط بالثقه بشكل كثير كبير. الالتزام بالفريق، الالتزام مع الفريق، الالتزام باهداف الفريق، هذا كلها اشكال الالتزام وبما يسعى للوصول اليه هذا الفريق. الالتزام بقرارات الفريق ايضا من اجل تطبيقها والوصول الى الهدف او الوصول الى النتائج المرغوبه. والفريق غير الملتزم، بمعنى اعضائه غير ملتزمين، بيكون في اضطراب، بيكون في مشاكل يتسم بالبطء في القرار والتنفيذ مثل ما حكينا. طبعا ينتظر حتى يجتمع راي الفريق كاملا على خيار واحد. انتم بتعرفوا انه الالتزام، شوفوا يا جماعه، لما يكون في عندي انا اعضاء غير ملتزمين غير متماسكين، رح يكون في عندي كثير اختلاف في الاراء، وبالتالي حتى اوصل الى قرار يقبله الجميع رح يكون في عندي ايش؟ رح يكون في عندي تاخر، وراح يكون في عندي احيانا اتخاذ قرار غير مناسب، مو احيانا يعني ليش؟ انتبهوا علي، في هذه الحاله لما يكون في عندي اختلاف كبير في الاراء شو بصير؟ بصير اني اوضع قرار توافقي، والقرار التوافقي هو انه اضعف انواع القرارات.
ليه؟ لأنه أنا بدي أوضع قرار يعني يتوافق مع كل رغبات وآراء هؤلاء الآباء، وهذا غير مناسب. أنت أحيانا، نعم أحيانا يفشل العمل ويفشل الخطة ويفشل كل شيء، فبالتالي أنا دائما أبحث عن القرار القوي، القرار المناسب بالإمكانات المناسبة في الوقت المناسب. طيب السؤال الآن، كيف يتم رفع مستوى الالتزام في الفريق؟ كيف ممكن أن أرفع مستوى الالتزام لدى الفريق؟ أن يكون هناك مناقشات وأن تنتهي المناقشة بقرار حتى لو لم يتوافر له الإجماع، يعني ما ضروري أن تصل حتى آخذ قرار في إجماع الكل وإلى آخره، ليه؟ لأنه لما بدي أتخذ قرار في إجماع الكل مثل ما حكيت ممكن يكون القرار ضعيف، ممكن أن آخذ قرار بأغلبية وليس بالإجماع مثلا، لكن يكون أكبر عدد من الفريق قد قبل القرار، يعني مثلا لو عندي 7 أو 8 أو لو عندي 10 ممكن أنا أكتفي بسبعة وضعوا يعني أخذوا قرار معين حتى لو 3 كان غير متوافقين مع هذا القرار. إذا الثقة، الخلاف الإيجابي وإيش؟ والالتزام. الخاصية الرابعة اللي هي الإيش؟ المساءلة. المساءلة تعني استعداد كل عضو بالفريق لتنبيه زملائه لأي تصرفات من شأنها أن تضر الفريق. يعني أنت مالك، يعني أنت جاهز الآن كعضو في الفريق، عضو في الفريق أنت جاهز للمساءلة أمام بقية الأعضاء، يعني مو أمام بس قائد الفريق أو أمام مسؤول معين، مفهوم علي؟ إنك أنت، إنه نحن متعاهدين إنه نعمل بروح الفريق، نعمل بشكل جماعي إلى آخره، وبالتالي أنت قد تساءل من أي من أعضاء الفريق اللي موجود بيناته. شوفوا، حيث أن كل فرد مسؤول عن أداء الكل، صحيح؟ يعني كل واحد مسؤول عن أداء الثاني، يعني ما تقول إنه بس أنا هذا عملي وادائي وانا انتهيت وخلص الباقي هن احرار او هن على كيفهم او الى اخره، لا ابدا. انت مو بس مسؤول عن المهمه المطلوبه منك، مسؤول عن مهمه الاخرين، وبالتالي ممكن تشجعهم، ممكن تساعدهم بالطريقه اللي تشوفها مناسبه، ومن ثم ينبغي لا يتحرج اي عضو بالفريق من انتقاد اداء زميله عند حدوث اي قصور. ما في، مو غلط، الانتقاد مو غلط، لكن مثل ما حكينا الانتقاد البناء البعيد عن التجريح، النقد الذي يتناول العمل وطريقة العمل لا يتناول الشخص ويكون يعني مشخصا. والفريق الذي يتهرب من المساءلة تجد أن كل فرد فيه يعمل وفق طريقته الخاصة وغير مهتم بالآخرين ضمن الفريق، حتى إذا حدث خلل ما أو خطأ توجه أفراد الاتهام بالتقصير لقائد الفريق ويتنقل الأفراد من المسؤولية الشخصية. لا، لازم تكون المسؤولية مسؤولية جماعية. النقطة الخامسة اللي هي التركيز على النتائج، أو الخاصية الخامسة لفريق العمل هي التركيز على النتائج. الفريق الذي لا يركز على النتيجة هو فريق مشتت الاهتمام، يعني أصلا هو الفريق مش، إذا تتذكر لما حكينا عن تشكيل الفريق، الفريق أول شيء يصير عندي تشكيل الفريق، صح؟ بعدين بعد تشكيل الفريق شو بصير في عندي؟ جلسة التعارف. الثالثة هي ايش؟ تحديد الهدف. وبالتالي الفريق يقوم على او يعمل الى الوصول الى هدف معين لاجل تحقيق هدف. وبالتالي الفريق الذي لا يركز على النتيجة يعني على الوصول الى هدف هو فريق مشتت الاهتمام، قلما يتفوق على منافسيه بل ويتسرب منه الاعضاء الجادين الراغبين في النجاح لانه ما في هدف. والخلاصة أن الفريق الفاشل لا يهتم بالخصائص الخمس لنجاح الفريق، اللي هن الخصائص الخمس اللي ذكرناهم: الثقة والخلاف الإيجابي والالتزام والمساعدة والتركيز على النتائج. والخلاصة أن الفريق الفاشل لا يهتم بالخصائص الخمس لنجاح الفريق، فعندما تغيب الثقة ويكون هناك تحفظ وتخوف من اعتراف نقاط ضعف ويختفي التنوع في الآراء وإجراء النقاش ولا يوجد التزام بالقرارات التي تقود إلى تحقيق الأهداف وبدون وجود مساعدة حيث يعمل كل فرد مصلحته الشخصية، فإن النتيجة المتوقعة في هذه الحالة هي في هذه الحالة هو فشل الفريق. أعتقد أنها واضحة، صح يا جماعة؟ طيب، بنروح لتاسعاً وهي العوامل. ما هي العوامل التي تدعم أداء الفريق أو التي تدعم أداء الفريق؟ في عندي 7 من العوامل.
إذا توجد عدة عوامل مهمة ينبغي أن تتوفر لفرق العمل للحصول على أفضل أداء من أعضاء الفريق، ومن أهم تلك العوامل ما يلي: أول شيء عندي المشاركة في القيادة، مثل ما حكينا إنه الفريق يشارك في وضع الأهداف، وأيضا يشارك في تنفيذ المهام والأعمال المطلوبة منهم، وبالتالي القيادة جماعية في الفريق. كيف بدنا نحكي عن تماسك الفريق، عن تناغم وانسجام الفريق إذا ما كان في عندي مشاركة، أو كانت المشاركة فقط في التنفيذ؟ لا، يجب أن تكون المشاركة أيضا في القيادة، بما في ذلك وضع الأهداف مثل ما حكينا بشكل أو ما حكينا سابقا. وبالتالي هذا الشيء ينتقل إيجابيا أو يؤثر إيجابيا في تنفيذ كل من أعضاء الفريق للمهام التي يقوم بها. إذا اثنين، العامل الثاني الاتصال المفتوح. بمعنى طبعا الاتصال المفتوح أساس الثقة اللي بتكون موجودة بين أعضاء الفريق، هذه الثقة المتبادلة، وبيكون الاتصال المفتوح بين القائد أو بين أعضاء الفريق. والاتصال المفتوح لا يعني فقط طريقة الاتصال، لا بالعكس، مناقشة أيضا كل ما يتعلق بعمل الفريق بشكل صريح بشكل واضح دون أي يعني حدود، بمعنى أنه ممكن تكون معيقة لشرح المفاهيم اللي كانت هي السبب مثلا في مشاكل أو في خلل في أداء الأعمال. وبالتالي لازم يكون في عندي نوع من الثقة، أو خلينا نقول يكون عندي ثقة كبيرة جدا، تكون هي أساس هذا التواصل أو هذا الاتصال بين القائد والمرؤوسين، حتى بين المرؤوسين أو بين أعضاء الفريق هم أنفسهم لازم يكون في عندي أيضا نوع من أنواع الاتصال. مثل ما بتعرفوا الصراحة، يعني أنا بمعنى أنه أنا كان عندي تقصير في عملي وأنا عضو في الفريق، ممكن أطلب من عضو آخر المشاركة أو مساعدتي، لأنه في النهاية نحن هذا النجاح حيكون نجاح للكل وليس لفرد واحد. البيئة الودية، يجب أن تكون البيئة ودية، معناها يكون في عندي نوع من أنواع العلاقات الاجتماعية المتطورة، يكون في عندي ود بين الأعضاء، أنه يكون يشعروا بالاستمتاع في قضاء الوقت مع بعض، يعني ما يكون انه والله هو فقط وقت لتأدية عمل معين، بالعكس. مثل ما حكينا يعني يكون في عندي نوع من انواع انه يكون المرح والعلاقة الاجتماعية ايضا التي تسود ضمن هذا الفريق. انتم كما بتعرفوا لما بيكون في عندي فريق عمل دائما بيكون في عندي ايضا علاقات اجتماعية احيانا خارج اطار هذا العمل. المشاركة في جميع اعمال الفريق، مثل ما حكينا ما ضروري انا اعمل بشكل متساوي مع عضو اخر، ممكن اشتغل اكثر ممكن اشتغل اقل، لكن الاساس هو هون انه نحن عملنا كلياتنا عمل جماعي، هذا العمل الجماعي يهدف الى تحقيق هدف للجماعه ككل، مثل ما حكينا، لان النجاح يحسب للكل والفشل المفروض انه يحسب ايضا للكل، ما يحسب فقط لمسؤول الجماعه اللي هو قائد الفريق. إذا أول شيء المشاركة في القيادة، الاتصال المفتوح، البيئة الودية، 4 المشاركة في جميع أعمال الفريق، 5 التعامل مع الخلافات بموضوعية. طبعا هذا مرتبط أيضا بموضوع الاتصال، يعني الخلافات لازم أنا أول شيء كل الناس يكونوا بنفس السوية، يعني أنت كقائد الفريق لازم تشعر الأعضاء كلهم أنه بنفس السوية، أنه المعاملة واحدة للجميع. وأنه لما يكون في عندي خلافات لازم تتعامل مع هذه الخلافات وفق إيش؟ وفقا للواقع، وفقا للموضوع بشكل موضوعي، ما يكون في عندي تحيز، ما يكون في عندي اي نوع من انواع اللي يفضل شخص عن شخص ابدا، لانه هذا يحش على الاخرين او يشعر بعض الافراد بعدم المساواه بعدم العداله، وهذا راح ياثر سلبا على الروح المعنويه وبالتالي على الاداء وبالتالي على تحديثهم كل ما هو مطلوب منهم، وبالتالي هذا يشكل خلل مو فقط عند هذا الشخص ولكن ايضا ضمن الفريق بشكل عام. 6 الاتفاق الجماعي في اتخاذ القرارات، مثل ما حكينا شوفوا يا جماعه شيء جميل جدا ان يكون في توافق بين اعضاء الفريق على اتخاذ قرارات معينه. وما لازم ان يكون في عندي اشخاص معينين هم مسؤولين فقط عن الكل يشارك، لكن مثل ما حكيت نحرص على ان يكون هذا القرار هام، يعني هذا القرار انه
اضطر اخذه في وقت محدد، اضطر اخذه في نتيجة ظروف معينة، في موقف معين إلى آخره، ما ضروري انتظر لحتى يصير في عندي انجماع كامل، لكن مثل ما حكيت إنه إذا كان في عندي أغلبية ممكن أعتمد عليها مع احترامي لرأي الآخرين، لكن ما آخذ أفضل من إني آخذ قرار توافقي يكون ضعيف ما يؤدي الغرض المطلوب منه. العامل السابع هو التقييم الذاتي، إن أداء الفريق الناجح لمهمته يتطلب نوعا من المتابعة والتقييم التي يجب أن يكون مصدرها الفريق ذاته. يتقبل الفريق التقييم من قائد الفريق أو بعض أعضائه، يعني الفريق نفسه لازم يكون عنده تقييم لذاته، التقييم من خلال أعضاء الفريق، من خلال قائد الفريق، بأي شكل من الأشكال. المهم إنه الناس اللي موجودين ضمن هذا الفريق هن أكثر ناس عارفين مشاكل الفريق، عارفين نقاط القوة في الفريق، نقاط الضعف في الفريق، كيف ممكن الفريق يكون بشكل أفضل، كيف ممكن الفريق أو ليش الفريق الآن مثلا عم بيأدي بشكل سيء أو إلى آخره. فبالتالي تعرف التقييم الذاتي على مستوى الفريق، مثل لما نحن ناخذ التقييم الذاتي على مستوانا كل واحد منا على مستوى كفرد، إنه أنت نقاط القوة ونقاط الضعف الموجودة فيه كشخص المفروض تكون أقدر شخص على إنك تعرفها أكثر من أي شخص ثاني ممكن يجي يعمل لك عملية تحليل، يعني تحليل ذاتي لإلك أنت كشخص. ممكن يطلع معه بعض الأفكار، يمكن يطلع معه بعض نقاط القوة والضعف، لكن أكثر شخص ممكن يعرف نقاط القوة والضعف الموجودة فيه هو الشخص نفسه. إذن هي هذه أهم العوامل التي تدعم أداء فريق العمل. الحقيقة نحن لهون رح نتوقف إن شاء الله على إنه نتابع لقائنا الأخير في يوم الثلاثاء القادم، فرح يكون في نهاية هذا الفصل اللي هو الفصل السادس، والفصل السابع أصلاً هو المطلوب منكم هو فقط المطالعة. ماشي يا جماعة؟ إذن الفصل السابع اللي هو إدارة بالجوال، أعتقد إدارة بالجوال الفصل السابع اللي هو إيش؟ هو الفصل السابع، شو عنوان الفصل السابع تتذكروا؟ طيب، هو نحن سامع انتهينا من الفصل السادس اللي هو نحن فيه اللي هو بناء وإدارة فرق العمل، لكن وصلنا إلى 10 أنواع فرق العمل إن شاء الله بنكملها الأسبوع القادم، بنكمل بقية هذا الفصل. الإدارة بالتجوال مثل ما حكيت أنا إن شاء الله هذه غير مطالبين فيها للاقتداء، لانه احنا اصلا درسناها في المستوى السابع في المقرر القيادي الاداري. طبعا لهون نحن انتهى لقائنا اليوم، اذا في حدا عنده اي سؤال او استفسار يتفضل. اعملوا حسابكم اللي عنده اي سؤال او استفسار عن المقرر الاسبوع القادم نجهزه. رح يكون لقائنا الاخير. ومثل ما حكيت انه نحن مستمرين ان شاء الله في لقاءاتنا المتكرره عبر المنتدى. اللي عنده استفسارات ان شاء الله في وقت احرصوا على الواجب او عفوا على التكليفات. ومثل ما حكيت احرصوا ايضا على التكليفات تجهزوها وتعطونيها بشكل اسئله في المنتدى بشكل وورد مشان يسهل تصحيحها ونحطها بشكل صحيح. الله يبارك فيكم. أظن فصل إذا حد عنده سؤال، إذا ما حد عنده سؤال مشان نختم. أنا بشكر حضوركم ومشاركتكم وتفاعلكم. المراجعة يا جماعة، يعني نحن أكثر من هيك مراجعة في الفصول، يعني ماشي معكم في المقرر، يعني كلمة كلمة وليس سطر سطر. لقاء المراجعة يعني حكيت الأسئلة موجودة ضمن التكليفات. أنا وضعت 3 تكليفات. التكليفات إن شاء الله راح تكون اعتبارا من بداية اليوم. تفضل أختي، تفضل الله معك، يا مهلا. المدير تفضل. أنا اللي